فهمتي؟ فبغيت نقول لكم انه الانسان يتجاوز ويحافظ على اللحمه، لانه نقول لكم بصراحه الانتخابات ما كانتش سهله علينا في الاغلبيه، والتحالفات ما كانتش سهله من الاول فاش بدا داك الشيء في الغرف، وحنا كان مع بعضياتنا كذا الى اخره. شي مرات كيوقع شي حاجه ماشي هي هذيك هنا، شي حاجه ماشي هي هذيك هنا، شي مره بقرار ديال شي حزب، شي مره بقرار ديال بعض المستشارين، باش ما نظلموش غير المستشارين ولا غير النواب ولا، ولكن لا انا لا الاخوان يعني كلنا بذلنا واحد المجهود، المسؤولين على الاحزاب، باش نحافظوا على التحالف، وحافظنا عليه وبقينا محافظين عليه الى اخر يوم. طبعا بعض المرات كتكون ظروف اللي كتسمحش بداك الشيء، ولكن شنو هو المهم؟ واش هو المهم هو هذا الشيء هذا نكونوا كملناه بالشتيمه في بعضنا، ولا نكونوا كملناه بلقاء كنجيو فيه مشتركين اليوم وتنقفوا قدامكم من خلالكم قدام الشعب المغربي وتنقولوا رغم الجراحات رغم كل شيء نحن ما زلنا اغلبيه، لان هذه هي المصلحه ديال المغرب، وحنا جينا للمغرب، حنا ما جيناش باش نخدموا الاحزاب ديالنا، واخا هذه القضيه ديال خدموا الاحزاب ديالنا كاينه، حنا ماشي تنزهوا نفوسنا وتنقولوا حنا ملائكه، حنا ماشي ملائكه، جينا باش نخدموا الاحزاب ديالنا، ولكن جينا اولا باش نخدموا المصلحه ديال البلاد، جينا باش ننتصروا في الانتخابات، ولكن جينا اولا باش المغرب يكون امن، باش المغرب يكون مستقر، باش المغرب يكون متقدم، باش المغرب بحال اللي قال جلاله الملك تعتبر رسميا من الدول الصعيده. وانا تنقول لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي بصعوبه، يعني التيارات الاخرى ماشي سهله الى اخره، واللي بغى الفساد ولا ما نعرف شنو الى اخره. وتنقول لكم انه لحد الان يعني راه يعني الحمد لله في عموم الحكومه سلوكها ووزراؤها ويعني سمعتهم ستخرج من هذه الحكومه ان شاء الله نظيفه ونقيه، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. ولهذا انا باغي نقول لكم الاخوان النواب البرلمانيين والمستشارين والمستشارات والنائبات ديال مختلف الاحزاب السياسيه، زيدوا شدوا في يدين بعضياتكم، ماشي معنى ما غيكونش بيناتكم شي خلاف حول شي نقطه، ولكن ما غاديش نشفيو الاعداء فينا، خصنا نمشيو لاننا كنخدموا شي حاجه نبيله. وكما لا يخفى عليكم سيدنا سليمان جاو عنده جوج ديال النساء كيتخاصموا في واحد الطفل، وقال لهم اللي ما بغاوش يتفاهموا الطفل غنقسموا في النص، كل وحده غنعطيها النص. نط وحده قالت ليه راه ماشي ولدي غير اعطيه ليها الله يخليك، ففهم انه ابنها لان هي اللي ما كانتش مستعده باش يتقسم واعطاه ليها. فاحنا غنكونوا هي ديك المراه اللي كتقول له راه ماشي ولدي واخا ولدها، الا اقتضى الامر في مصلحة البلد، لأنها عندنا قبل مصالح أحزابنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.